ثمنت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة قيام عدد من المحال والأسواق التجارية بوضع شعار الإعفاء على السلع التي لا تسري عليها القيمة المضافة، والذي يأتي متوافقا مع الدعوة التي وجهها الجهاز الوطني للإيرادات لكافة المحال والمؤسسات التجارية المسجلة. وأكدت الإدارة أن القطاع الخاص شريك أساسي في التوعية بالقيمة المضافة بتعامله المباشر مع المستهلك، الأمر الذي من شأنه المساهمة في التطبيق السليم للقيمة المضافة، داعيا كافة المحال والأسواق التجارية للمبادرة بوضع شعار الإعفاء لتكون في مكان ظاهر للمستهلكين تسهيلا عليهم وتوضيح الصورة الكاملة لديهم عن قائمة السلع الغذائية الأساسية المعفاة من القيمة المضافة، وفقا لما ينص عليه قانون حماية المستهلك رقم 35 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية. ونوهت إدارة حماية المستهلك بضرورة التزام كافة الأسواق والمحال التجارية بوضع شهادة التسجيل التي تخول لها حق تحصيل القيمة المضافة، مؤكدة حرصها على مراقبة الأسواق التجارية واستمرار حملات التفتيش في كافة منافذ البيع تحقيقا للتطبيق السليم للقيمة المضافة. توجه إيجابي قام به الجهاز الوطني للإيرادات يسعى بالدرجة الأولى إلى تعريف المستهلك بكل سلعة تم إعفاؤها من القيمة المضافة، حيث قام الجهاز بتوزيع ملصق على كافة المحلات والأسواق التجارية ليتم وضعه على السلعة المعفاة. الفكرة ممتازة، تسهل للكستمر اللي قاعد يتسوق إنه يعرف هاي المنتج عليه ضريبة أو معفي من الضريبة، وبعد يخلي الكستمر مطمئن من السوبر ماركت لأنه عنده خلفية أو عنده معرفة إن هذا المنتجات كلها عليها ضريبة وهاي المنتجات معفية من الضريبة، فبتخلي الكستمر عنده اطمئنان ويشتري براحة. بعض السلع موجودة عليها القيمة المضافة والبعضها مو موجود، هاي وايد حبيت الموضوع إن إحنا نكون على يعني رؤية إن في بعضهم اللي موجود القيمة وبعضهم مو موجود، ويخدم المستهلك وايد، يعني ما تروحين أنت على الكيشير وعندك مشكلة أنت ما تعرفين الموضوع شنو مثلاً. أقدر أميز طبعاً، أنا أقدر أختار في أشياء أنا يمكن ما أستطيع إن أنا مثلاً أتحملها، بس بالعكس يعني أشوفها وايد مفيدة، وايد وضحت هاي أن أعرف أنا قبل ما أشتري شنو هاي، هل تشمل الضريبة أو لا. الشراكة الإيجابية مع المؤسسات التجارية في تبيان السلع المعفاة للمستهلكين تمنح المستهلك الفرصة للتعرف على تلك السلع ليتسنى له تحديد قراراته الشرائية. هو إيجابية بطاقة التعريف إن أنا كنت في شهر 11 ما كانش في حاجة عليها فات أصلا، فأنا ما كنتش حاسس بفرق خالص، لكن دلوقتي أنا هعرف إيه السلعة اللي عليها فات أو إيه السلعة اللي عليها ضريبة وإيه السلعة اللي ما عليهاش ضريبة، فده ممكن يخليني أفرق بين السلعة دي والسلعة دي. صراحة هذه وايد يخدم المستهلك، لكوننا إحنا يعني لما نطبق النظام الضريبي ما نعرف شنو الأشياء اللي عليها التاكسز لما نروح نشتري بشكل هذي، على الأقل هني كمستهلك أعرف إذا هذه عليها ضريبة اللي هي الفات أو ما عليها ضريبة، علشان على ضوء ذلك أختار البضاعة اللي تناسب ميزانيتي بالضرائب ذلك. وهي شيء صراحة تشكرون عليه، ونتمنى إنه يعني يتم بعد في البرادات الأخرى. أنا شفت الحين في يعني كذا برادة، وإن شاء الله أشوفها في برادات جميع برادات البحرين الموجودة في المملكة. والله أنا شايفة إن هي حاجة ممتازة بصراحة، لأنه الضريبة حاجة جديدة إحنا لسه مش متعودين عليها، والواحد بيكون عنده دايما ميزانية وهو بيشتري، فيكون عارف بس إنه المنتج اللي هيشتريه ممكن يدور له على بدائل أو لا إذا عليه ضريبة قيمة مضافة. يعني أنا شايفة أنها صراحة خطوة ممتازة إن إحنا وإحنا بنشتري نبقى عارفين، كل واحد يبقى عارف في ضريبة أو لا. التطبيق السليم للقيمة المضافة، وذلك بحث المحلات والأسواق التجارية بوضع شعار الإعفاء ليكون في مكان ظاهر للمستهلكين، بالإضافة إلى وضع شهادة التسجيل التي تخول لهم حق تحصيل القيمة المضافة أمام المنتجات غير المعفاة، يلعب دورا كبيرا في إيضاح الصورة كاملة أمام المستهلك. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.